ميكرو فريد على قناه انفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. حنا بالضبط معرض الفرس مدينه الجديده. سولنا الزوار من اي مدينه جايين وكي جاكم التنظيم ديال معرض الفرس بالجديده، لابغي تعرفوا اشنو قالوا لنا. اجوا معايا. انا من مدينه سطات، جيت الاسبوع الفرس. الحمد لله كنجي ليه كل عام. التبوريضه حاجه زعما في التراث ديالنا. تبارك الله كان التنظيم في المستوى وكل شيء في المستوى العالي. والله داكشي منظم بزاف، وحضرنا حتى الكونكور ديال الاراب بارب. تبارك الله داكشي كان في المستوى العالي، حتى الخيول تبارك الله كانوا في المستوى الجيد. اضافه الى ذلك التراث ديالنا باقي محافظين عليه، لا من سروج لا من الرواق ديال التراث بصفه عامه. هو تبارك الله في المستوى العالي، باقي شادين فيما شي حاجه ديالنا. محترم، كل شيء كاين نظام، الحمد لله كل شيء مزيان، كل شيء. ومن طبيعه الحال سنه لسنه كيكون ناجح، انه معرض فرس. راه كل واحد كيوجد لي باش كيجي للمعرض، كيف فرحان ولا من مي الخير ولا من الناس المفرجين ولا من جميع ما يكون. يعني ضروري يدخل المعرض، راه شي حاجه. الا من مول العوده كيكون فرحان باش كيدخل هو المعرض. ضروري اخو، راه هكشي اصل ديال التوريده، خلونا الوالدين. ودابا تبارك الله في الروعه بما يكون. السربات اللي دابا تفرج فيهم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، داكشي كلشي زوين تبارك الله. هذاكشي الله يسخر فروسيه، وداكشي ديال داكشي بحال السروجه، كيفاش كيتصاوبوا، كيفاش كيتصنعوا الصناعه التقليديه ديالهم. من مدينه ازمور، كتعجبني التبوريده. جيت وليداتي يدوروا في المعرض، المعرض زوين، والمعرض هو هذا مزيان، وكل عام كنجيو ليه مزيان. الحمد لله داكشي زوين منظم. راهو الخيل غنى ولاد المنطقه، وكيعجبنا المعرض وكنجيو ليه. اصلا حنا عندنا الخيل، وداكشي هوايتنا هي الخيل، كنجيو كنتفرجوا فيه. معرض زوين في المستوى، ونشوفوا الميداليه الذهبيه ان شاء الله. متعلقين وكاين الحماس باش نشوفوا اللي غيديها ان شاء الله، ومرشحين شي ناس اللي غادي يديها، واللي يستاهل هو اللي غيديها ان شاء الله.